أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاش خذ تعالى رب العالمين بركة بختنا في مالت وهمية تعالى مهمية هو صلب سيبر عرشقكم كت أم قال باب قاسم عليه الصلاة والسلام الجلوي داخلي بحشت ابن الجلوي برف في آمين آمين يا رب العالمين خشكو كبرات عزيز في جاري هكر خدي حسكت محاضرك اب افين افو رب العالمين بمهنارتي دين معاملته هر کس که معاملت اوی یا درست بتو یا برک بو پیگ بید بی اوی دین خود تعالی گرتی هر کس که معاملت اوی برو واجی اوی یا ام دی بیجن انشاء الله تعالی بی معناوی او دین رب العالمین نگهشتیه خود تعالی عز و جل اسلام کبو مهنارتی و یا معاملت و گرده معاملت انسان هندیک که دین بخواه معاملت نه دین همه بس هم بس اویم ام پنج نویجا بکن یان هیوه رمزان رمضان بن یان زکاتش مال خدا در بخن یان هندک گریار را بکن بلکی اوه هندک فرضیات رب العالمین ی دیناین سرما اما اسلام ی هاد متکامل الف حتایه معاملات معاملتا که جان و یارک و بگن اسلام ها دیدم معاملات ما گلوان جهتا خوش کن هكر معاملتا ما القلب بالسلمان أنا هكر معاملتا ما الجل غيري بالسلمان أنا هكر معاملتا ما الجل حيوانات أنا هكر معاملة ما نباتات أنا كان معاملتها إن شاء الله تعالى هندي واختمات رما بكت لبوخش كبرات خا بعسكم أولا جاري أم بيرناكن رب العالمين قرآن بيروزدا كرامتك كرمت بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بشترين دين دفخ دي تعالى إسلاما إن الدين عند الله الإسلام بشترين دين دف رب العالمين إسلاما أف إسلامها خش كبرية رزدار دي في إسلام بچه جهيني دي في إسلام عالم اشتوار گرد دي أفي دينها عالم بشوازيوي د اوی اسلام ها وقت تو انسان زایدن اسلام تو بیو داخل اسلام بی تو اسلام سر خود تطبیق بکی تو مرو و یو داره از بان خوازم و مفلان و فلانم و تا دمائی که ده بر خوادن تعاملاتا ده بر خوادن معاملتاتا ده بر خوادن سلوکتا ده بر خوادن اخلاقیاتتا ده بر خوادن او کارت پی رابی کو اسلام پیروزه او شولت کی اسلام پیروزه او با بانک خوازه بو ملا و بو همی شیخ و مشایخه یادی اگر هر وتر بین بو همی انسان سرپشت، جنسی آوانا نویسی دیانت آفی به سلمانه دی این بیشن هکر تشوانا بی فعلا اوید کو تم عملتا خوا خوشد کی هکر بانک موظف بد اکر هکر هر رو مروو بده اگر معاملت آبی یا کن جای به تلگلوی اسلام او بحثت کرد یا اسلام ها سرپشتا جنسیوی هایی نویسی بی معناوی دی بجنوی فعلا توی معاملت راست و درست لگل دین رب العالمین ایدی مش بر هند خوشکو براید عزیز هندیک که اسلام ها زایدن ایمان ها زایدن احسان ها جورن اسلام ها اوه امزانم درجه ای که اوی يعني الاستسلام بأوامر الله اسلام يعني ام أمخ تسليم أوامر رب العالمين بكن عز وجل اسلام يش سلم هاتي وقت تخو تسليم رب العالمين كر تداخل اسلام بي بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تداخل اسلام بي ينهما هما تويهادي ورب العالمين تشبه بابيرا ببعب يبهيدا كريو إنا سرية عرض مالك بسلمان دا. معنوي هكرت اخو تسليم اوامر رب العالمين كر دفرا دي ايمان بو هي دابد وقت ايمان أذاك بيرو باوري جل رب العالمين درز بين بيرو باوري او بيرو باوري اوهت رب العالمين دفيد تا ايمان بخود تعالى هاي تا يبقى زو قدر هاي تا يب پیغمبر هاي عليهم الصلاة والسلام تا كتاب السماوي هاي بيرو باوري تا جل جل اكتمو كمن اشبرچي چون تا اسلام آناس کردی توی تسلیم اوامر رب العالمینی بی زایدن دی ایمان ورگیری اگر تا ایمان ورگرد شنیک آهاج ویر و پی و سر بابت امام ام د دا داخل احسان بن یعنی د دا داخل قنجی بن د دا داخل باشا بن ده دا داخل باشی بن و ده چنو باشیل خود تطبیخ کن و, و د پاشی اوی باشی نفخل که کی بلاف کن اف باشش کی و با هات عزیز احسانشکی کی ایسلام هات اسلام زایدن باور و زایدن چی؟ احسان یعنی وید اف باش بزانی تا دمایی کل گلم با خوش عزیز دا بزانی کاجادین چوام عملتا اش برهنده امساک کنی اف دین پیروز هاتی و بو بوچیم معملتا و بو بوچی رب العالمینی افهر سي نقطتها بمداين اسلام ايمان احسان بن باش زرید خابكن جارت جارد ايات اكاديه قرانو بيروز دا دم رب العالمين بشته بارى صلى الله عليه وسلم هي إه ابي احسان هادي تشتا دي, دي جلك مهم دف ما بهيدا اوجي انك على خلق عظيم دي اخلاقكي جلا جلك برز بلند أخلاقك باش دبرسق مروفي كه وخت مروفي خدن اخلاق اوجی گل گل اکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیجت با دور پیغمبری چه صلاح بل سر بند حاطنا پیغمبریش علیف حتایی يه. یه حاطی دبیجتما از حاطیم دا اخلاق و تمام کم سبحان الله باش زرت خود به مسئله بکن از حاطیم دا اخلاق و تمام کم یعنی يا رسول الله اب هاتنا تا اخلاق ما تمام بی بله

جورده انشاء الله تعالی اگر وقتی مکر ده هر چارا بیشن معاملات ابو سلمانی گلبه سلمانی یا چواب ده گلک جورا احتمال نوع معاملات را احتمال تو بینی باش زرت خوب که گلک جورا میگوتی باش او اندونزیاش 200 میلیون بشره به گاو پتر کو دولت ابو سلمان انا او بشیر و, و تیر و رم و دبابه و طیاره اسلام گهشتی گه وینیم الجواب نعم اخلاقي وتعامل معاملته هندك مروف التاجر يد بسلمانه جهشتويني حتى افرك او بيا مصطرين دولته بسلمانه وافرك صنعتي دا بل كي جلك وجلك ياتيتو من نفسه يابانت كي بوشي چنكو افتهاب طبيعتي هاتم بسلمان بين افانا بطبيعتي خوات اسلامي جهشتن وافانا راستن بشي اب معاملات اوان تاجر مال اینایت نافاد اب رازگوی اوان او اخلاق اوان او معاملات اوان دانستان دن راستا اف دولت هاتید اسلام دو پچ حتا بسلمان بین جار اولا تعامل الگلکی خوشكي أي برأي بسلمان إمدي دی بحثتا پاش دی چن غيري اولا تعامل اخو الگل مال اخو جاري جار معاملات اخو خوشکه الگلوی مال اف مالا اسلام نافچاو تدابیند پیغمبری صلی الله علیه و سلم زایدن قرآن و پیروس هر دکا بکن حکم ناف بین خوب عیال خدا اف دشته باشه ام بکن اری او خود تعالی و پیغمبر پی رازین علیه و سلام هکر ادا بکن هکر نه دا نکن و یادی جی گل اگم خوش کن اب نرمی مال برف باشی و به نب رقاطی اتندو یادی جاری معاملت تلگ الحوال تا یا چوانه جاری اگر تو خود تو دینی تو بسلمانی جاری غیر غیری تا ده، تا تعامله تعاملا یا اسلامی دفتت بینن آن نه هکر اه به شکر خود تعالی بکن هکر نه بی نب مظاهرانه بی نفس نب سر و سیمانه دین معاملت معاملتا, معاملتا و لگل غیری خواه اگر تو ش نش بیم پیدا چونه که بگم جاره یا سیه او جه تو کاری لید کی او جه تو کارت بخواه جاره معاملت تا یا چوانه؟ او اول بردسته تا و عاملت تا او بینن که فعلا تو شوام او تو نصیحت العالمت کی و عمل تجی اول گلوانا جاره تجارت خدا تو مروفه که رازگوی مرو که گل موعدت خواه درستی مرو که بر کوپی کی, کی دو ماهی که جاریل گل جیرانا تو یه چوانی تو معاملت خدا ما اسلام همی معاملت یعنی دین معاملت بو چه دین معاملت هکر تو بی بیشی اف حدیثا یا ضعیف دین معاملت دی بشمت بس جاری هر هر دیو را جاری افت معاملات عاملات گل عالمت کی نو معاملت هکر اف معاملت بتا معناوي معاملات تلقال غير تنخوش بتاعه بوش رب العالمين تبجد او نفيجا نهيا تشخرا بيناك او نفيجا نهيا تشخرا بيناك يعني تنابيني افاها افاها قهورنيا فيت فيت مروفي دا بكت قهورنيا كا وصا كو نفيجا الصلاة تنها عن الفعشاء والمنكر هكار أذن نهات وجوده بمعنى تتعامل اولا جالة القل ديني خوش ناكريا دي تشاو شيل قال غيري خو خشكي جاري تعاملات المزغفتي يا تشوانا يعني هر بجيكا جيب تشكي ما شاء الله غوبول تيت لا بيتا دو تشي يان اوا تشيو يان قرابولغ يان فلان تشد بيجي صحابا بجيك تشون جالك جارا السر ملت وانا سياره بين السجدادا وجالك جارا البردر جه مزغفتي قصب الدانه بجيكا دا قصب مزغفتي بكن يعني معنوي دين معاملته تم معاملته خو خوش بكي يتمش گفتي دا نت معاملته وصا بيني وجودي كو عالمك عالمك وصا بري دائما نوف چاوت تجريكن دائما تمرو وقي عينات حاشا دائما مرو وقي تصرفات باش دفتنين يعني هندك جورا سرا جهكي هندك جورا سرا رزكي هندك جرا سرا نو بينا دو مرو وا هندك جما گوت هندك, هندك جو نكاش دا یا تارت مستعدی اوی مزگفته او و مصلی ها دا بینی خارج بر تعامل اکا نیا جان فایدن معناوی تو اسلام نگشت هرگاه و کامروفت اسلام گهشت دی معاملت امروفت و مجالت مگوتیم تایبتیل المزگفتیم او مزگفته دی من گهور هکر منو تنه گهورت به معناوی امت اسلام نگهشتینم کو اوه معاملتم جبرهند خوش کبرت عزیزم إسلام كامل كامل معاملتك تجارتك تويل رب العالمين كتكي يعني تعاملك تويل جل دينك كتكي تعاملك تويل جل رباطك تعاملك ويعني يعني معاملتك تويل جل في عليه الصلاة وسلام أفهم معاملة يائين يعني معاملة التاء ايناي ملف التاء شاليفي حتى يه يتسليم تكيري هميت الشدبوتة هين هكذا كتاب رب العالمين يا هكر سنة محمد عليه الصلاة والسلام هم يتشتد بوتا دياركين يتبوتا قوتين جبر هندك جالك ومهيمة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثك خويا مبارك دات بيجد بيجد باشترين بسلمان أَوَى باشترين بسلمان أوى أوى عالم يأمين بتش امين بتشدوي و امين بتشدستي اوان هر جورا لاو بزانا او بسلمان عالم اشدستو دوي و نا امين بتا يعني جدست في أمينة شو مشكلة بدست خابو تشيناكن أمينة نغيبة رويد نحاشا تشت تشكينت النافع كذا، كدا نت تشت جهسيساتية كت نت تشت قاسيتي نفستو في جهي وجهدي حطت بيته أبا فلانا و فلانا و هشيار باو دهو باو يعني والعالم كت كن أبا بس هاتي جهسيساتية كن جهسيساتية كيفا اتمال رب العالمين دار بی معناوه اوید اسلام و دینی نگشتیه که دین معاملت ود معاملتا تلگل خلککی معاملتا تا یاب رک و پیگ بود اوید جارید گل بسلمان ها دابچن گل غیری بسلمان ها رب العالمین گازیمت کد خواهی غیری بسلمان گل اکجدیر نیخه هشیار به هشیار به چطبت تو الله و میلی بادی احتمال بابه چاره پنجه دورت هفتکه تجیوکوی دو بید بس اگر تب تعاملها جام او ببنت فعلا اسلام عملته خوشة فعلا اسلام تسامحة فعلا جهل بورينية فعلا دينك همي تخد ورب العالمين يقازد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الفير خطاب الجل غير بصلمان أنا شيء هم كيبت بس إنسان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني يا رب العالمين عز وجل يجازي متك أي جري إنسانا مهينش ديكو بابك يعني شنركي نيرك وميةك وبابك آدم بابك وآدم عليه السلام الجل وما مهينش فانا تشكرين بيشتيم مهين شعب شعب يعني عشير عشير بابك بابك, بابك شعب شعب, شعب بوشي بس بوبي بو يشوا يشوش يشوى بطر دفمن أبقى قيمت تري أوى يشميه يا بطرش يعني شتا طرصط يا ربي شتا طرصط يا ربي أوى تا بكن بكن أوى تا ناكن ناكن أوى كيف وتا بطيه يدكن، أوى كيف وتا بينايت ناكن وطرصطا يا دليوان دا خوف ورجاء هردو دفين يعني بكربحاشتا يا البيش شوفو شوق أبوها يا جهنم ويجت رصد عذابه يخوجد تباش أو أهل أو رب العالمين يشهم يا بتر أو يشهم يا بتر نزيك رب العالمين جبر هند خش عزيز جار أم ساعتين التعاملة إسلامي قال يا أيها الناس قال إنسان يا شوابي أرباشة وقتي هذا دولته بسلمان هذا وقتي في غنبري حكمة عليه الصلاة والسلام ابو بکری و, و تا دو ماهیکه و تا هزار و ساله باشه کنگی مافیوان ما اقلیات نافده تا تخوارنه کنگی مافی ما مسیحی تا تخوارنه. کنگی یهودی تا تخوارنه، کنگی غیر دیانت تا اریمان هر عمر بی چوی سحت کته یه جهی یه دست خواهد گرد گوته ورد بجده از گوته یا امیر المؤمنین می چی فقیرم يعني نتقا عدوان جي داري خستكا شوى يا بسلمانا داري خستيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر جنازة كيفا نرى بيا يا رسول الله أفت الظانيك يا قوتي نا قوتي يا ظلامك جهي بي مري قوتي ما فانا إنسان بي خلاص بر بر رابي جاردا بينا معاملة دي اشبر نبونا وقتين معاملتا دي جاردا حيواناتا جان خدام بك شرابي ناك حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم حكرتو محتاج بو سر دي خوي شفرة بلا خوش بد ازیت يعني نده یعنی الحيوانات يا گل حیوانت یا چوانه برسی نکه بده گرام بار نکه همی تشد بوده هاتی نگوتن معاملت اطل چاره دو مایی آن گل دارو باري گل فقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم تا کر قیامت الترابط شت لکت دست تا دابد نبیش قیامت اوی شت لی بچینه بلکه هندگ مفیعتی جی ببینن نمعنا يعني بأوت قيامات إذا وخلاص ده بس في غنبر صلاة بالسر هن تأكيد السر زراعتي تكيد هن تأكيد السر هند حتى تبجد نينا حيوانات يبخد نينا إنسان نين مخلوق يبخد إلا تدي خدان خير بي رجا قيامته جبر هن معناه إسلام همي تعامله وإسلام همي معاملته أما بوم عاملته أم خواني رب العالمين يمكن نا دائما بغزو عينات و نا تشدد رب العالمين رب العالمين والما بكت أم درسته الدين خاب جهنو لقل إسلام خاب آمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته